داهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت وين أنت؟ ها حس جت أنا هنا أنا هنا يا زاهية. زهيلك ليا. زهيلك قاعد لابس. زهيلك ليا. آه لكن شنو بنقول؟ ها شنو بنقول؟ شنو بنقول لك وخلاص الله لا تسامحك. يا الله لا تسامحك. صامت في صامت كيف المي يا خسارة عمري فيها أني. صامت في صامت كيف المي يا خسارة عمري فيها أني. طغني ما هو لكن نشهد بالله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طيب. تي خيرك تحاسبي عليا. شنو درت لك انا؟ حسب عليك. لا اله الا الله. لا ما درت لي شيء. لا والله ما درت لي شيء صح غير انك تكذب عليا. انا نكذب عليك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معقول انا نكذب عليك؟ تاني ما احبش الكذب على الاطلاق ونكره الكذابين. معقوله انا نكذب عليك يا زهية؟ ايه 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 كذبت عليا. اه مفكرك انا. فكر يا سيدي. زمان لما جيت تخطف فيا كنت عادة تقولي في هذاك الكلام الحلو والكلام الباهي والكلام كله اللي نسمع نقول يا سلام. لا مش هيك كنت تغني لي الدنيا ربيع. الدنيا ربيع والجو بديع. قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 ياسر 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 من الكذب عليا. هذاك هو اللي جاي سد منك. انا كذبت عليك. انا كذبت عليك. تي تو تفكر عظام العيد ناضي لهوا. تي خيرك هيك يا زهية. كنت لما تجيني تحكي لي علي حاجات هلبه وكنت تغني لي تقول لي الحياه حلوه يا زاهية غير بس من يفهمها. قلت لك هذه امور عاديه تحصل ما بين المخطوبين وما بين كذا يعني. تو نجيب لك مثل. كن هذا لا صار من هذا ولا من هذا. تو نجيب لك المثل انا. تو قولي لي تو بلادنا المده اللي فاتت هذه لما خشينا الانتخابات. ها لما خشينا الانتخابات مش البلاد تعبت بالدعايه وبالاعلانات. ايه عليك القنوات الفضائية. هك هك هذاك الوجوه وتشبح اشكال والوان وكل واحد يتكلم على الوطنية. يا عيني عليك. وكل واحد جايب قفة وردية معبية بالأحلام الوردية باش يتخطخ بها الناس. نعم وكل واحد يقعد يطلع ويقول أيها الإخوة أيها الأخوات نحن في صالح الطفل الليبي والمرأة الليبية. أي نعم نحن مع الوحدة الوطنية ومع النسيج الاجتماعي وإن شاء الله بإذن الله سيكون التعليم مجاني وتكون الصحة مجانية وسيكون الراتب 5500 كان خلطوهم تقولي أجمع. شوك 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 بالله يسكت ولا هو مية مالة حتى هي اللي غايبة علينا. أقل ما فيها أنا يا ماما وفرت لك الحد الأدنى للحياة البشرية. حياة البشرية إيه لكن هو مية وينها؟ مية احمدي ربك يا زاهية. احمدي ربك اللي عندك هواء ومية وعندك حوش وعندك صغار وعندك نص كيلو ذهب وعندك دولاب معبي بالحوايج. معبي بالحوايج أيوة. زي ما تشوف. كان على الصحة. كان على الصحة يا طيب. اللهم لك الحمد والشكر. هذه حنا الصحة رب العالمين هو اللي عاطيها لي. الحمد لله. ها هذا واحد. أما من ناحية الذهب ولا سلم اللهم لي اللي جابوا لي ما نقصوا علي شيء. والله هذا هو الماير اللي كان خاتم وحديدة وصلي وارفع صباطك. هي هي كان نقولك على الجيران شنو شفت عندهم. حديده قلت لي هي مال هذيك الحديده بتاعك انت العاديه اللي جبتها تي لا كانك تشوف هذيك الحديده الحناش وهذيك الحديده راهو الحدايد الزمنيات. ها لا والله هذاك اسكت اخناق هذاك الكبير نتاع اللمه. اي هذا احدث حاجه والله. هذاك التواكم والله. هذاك السياره البي ام وهذاك البيلو للعروسه. هي علي عيوني اللي تحاول واني نشهد بالله. والله هذاك الشاشات الكبار خاطري في شاشه نشبحها على قلبي شيء. انت حاربني من كل شيء. شنو يعني نقولك في الاخير يعني هو ده كله انا خساره فيا ما قضيتني في عز شبابي. مش خساره فيك. مش خساره فيك. لا وكان بيني كنت نجيب لك القمر
كنت نجيب لك الذهب بالدنيا كلها والمازه، كنت نجيب لك الشيكات يعني تصرفي زي ما تبي، كنت نجيب لك خدمات من سريلانكا ونجيب لك سيارات وندير لك طياره وندير لك حوض سباحه. لكن غالي الايام عكست يا ماما وجدت بعكستها، وان شاء الله ربي يفرج يا داهيه. ان شاء الله يا زاهيه حاله ربي يفرج. يسمع يقول حق والله حاله وخلاص، الواحد شنو يبي يقول علي رايك ان شاء الله خير وخلاص. شو رايك هيك نغير الجو يا بعلي؟ ايوه ونقولوا عاد المثل الشعبي بتاعنا ذاك الباهي باهي. قولي هي تفضلي نقولوا قولي دير ما يدير جارك. دير ما يدير جارك. اي دير ما يدير جارك. دير ما يدير جارك. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون، وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.